وأهلا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله راح نوريكم كيفية صنع المرقاز في البيت تماما كما اللي نشروه من عند البوشي في البنة وفي الشكل. إن شاء الله تعجبكم هذه الكيفية وتجربوها. أول حاجة راه عندي المصران تاع الخروف، بعد ما نقيته مليح ودرته في الخل راح نزيد نقيه من الداخل. نجيب حاجة كيما هكا تكون فيها عود، ولا كيما هذه ملعقة اللي تكون تاع العود يكون شوية طويلة. راح نلصق الطرف تاعها بهذا الشكل بصبع الكبير، راح نشده مليح، ومن بعد نبدأ ندخل في هذوك الأطراف تاع المصران بهذه الكيفية. وبعد ما نكمل كيما راكم تشوفوا، نجبد هذاك الطرف اللي لصقته مع العود تاع الملعقه، ومن بعد نبدا نجبد بهذا الشكل هكذا نكون قلبته كيما راكم تشوفوا. نجيب الموس ونبدا نكرط بهذه الكيفيه. انا ديجا راني غسلته، برك راح نوري لكم كيفاش ننقو، ونعاود نقلبو على الجهة اللي كان فيها بنفس الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. وبعد ما نكمل الخطوة الأولى ونقي المصران، عندي هنايا كيلو تاع كفتة ولا فيونداشي أي لحم مرحي، نزيد معاه كمية تاع الشحم بعد ما خليته في العيد الكبير وطحنته. راح نضيفلو ضروري ما نخليش الحم مرحي وحده، نزيد معاه الكمية تاع الشحم، ونزيد هنا ربطة تاع قصبر ومعدنوس مخلطين مع بعض بعد ما قطعتهم صغير. نزيد تاني هنايا 3 ملاعق كبيرة تاع الزيت، ونزيد معها 3 ملاعق كبيرة تاع الخل. نزيد 5 فصوص تاع الثوم ربيتهم كيما راكم تشوفوا. نزيد كمية الملح تقريبا نصف ملعقة كبيرة تاع الملح على حسب الذوق طبعا. نزيد شوية تاع بودرة الثوم، هنا تقدري تستغناي عليها، انا برك باش نزود على الثوم بودرة. ندير نصف ملعقة تاع الكمون، وندير ربع ملعقة كبيرة تاع الفلفل الكحل، نزيد نصف ملعقة كبيرة تاع سكنجبير، ونزيد نصف ملعقة كبيرة تاع الكروية، هنا ملعقة كبيرة تاع فلفل احمر عكري، ونزيد ملعقة كبيرة تاع الهريسة، هنا الهريسة يمكن تعوضيها بفلفل عكري يكون حار. نضيف 2 ملاعق كبيرة تاع لاشابلوغ أي الخبز مرحي، ونبدأ نعجن الكل مع بعض. وبعد ما اندمجت لي جميع المقادير، هنا نجيب من كاس الا ربع حتى الكاس تاع الماء، ونبدا نعجن ولا نبدا نخلط في هذيك الفيونداشي باش تجرى لي شويه وتساعدني كيفاش نمشيها في المصران. نتحصل على هذا القوام، انا استعملت كاس تاع الماء في الكيلو تاع الفيونداشي. ودروك راح نوريلكم واش يزيد الجزار باش يتحصل على هذاك المرقاز اللي اللون تاعو احمر. المكون اللي يضيفه الجزار هو الملون الغذائي الاحمر، ودك تشوفوا اللون تاع المرقاز كيفاش يجي تماما كيما ننشروه ولا نشوفوه برا معلق عند البوشي. ودروك نبدا نشكل في المرقاز. عندي اللمبوط، نجيب المصران ونفتحو في الطرف كيما راكم تشوفوا، ونديرو في الفم تاع اللمبوط بهذا الشكل.
نهبطو شويه بهاد الكيفيه باش ما يزلقليش ويكون عندي شويه زياده فيه كما راكم تشوفوا. نزير المصران مليح مع اللمبوط باش ما يزلقليش ونبداو نعمرو في الفيونداشي. وهذا الهواء اللي راكم تشوفوا فيه لازم تهبطوه بهذا الشكل باش ما يديرليش اون بريسيون ويقطع لي المصران. ومشي شرط يكون العيد الكبير باش تخدموا المقاس، تقدروا توصلوا الجزار اللي موالف تشرو عليه يخلي لكم شويه تاع المصارن، على الاقل تخدموا المقاس يكون من صنع يديكم يكون نقي وبنين. وبعد ما نكمل نربط الاطراف تاع المصران ونزيرهم بهذا الكيفيه. وبعد ما نكمل راح نوري لكم كيفاش نربطوا المركز. اذا نديروه على اثنين ونبداو نشكلوه في الحبات على حسب الرغبه، يكونوا كبار ولا يكونوا صغار، نضغطوا بهذا الكيفيه ومن بعد نقلبوهم على وحده ولا على اثنين وندخلوا الطرف تاع المركز اللي راكم تشوفوا فيه بهذا الكيفيه ونجبدوه ونشكلوا الحبه تاعنا تاع المركز. وبنفس الطريقه راح نشكل المرقاز اللي اللون تاعو الاحمر، ما وريتكمش برك نجيب كوردون وراح نشكل الثقب الصغير فقط هنا باش يخرج لي الهواء وما يطرطقليش المصران. ونعاود نشكل الحبات بنفس الطريقه اللي شكلت بها في الاول. اما الحمر حي اللي بقالي راح نعمر به المصران الكبير اللي بقالي من العيد. وبعد ما عمرته انتقبوا بالكوردون وراح نديرو في الفرن بنفس الطريقه اللي درتها معكم في القناه، درت لكم المصران معمر كيما تاع المحلات، نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. وهذا هو المرقاس امامكم وهذه هي وصفه اليوم، صدقوني ولا اروع، الذوق تاعو فريمون بنين. تقدموه مع صلصه ولا تقدموه ثاني مع لا بيغي ولا وحده، ديروا دي ساندويتش ولا مع المشاوي. هذه هي وصفه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، والى اللقاء في كيفيات اخرى باذن الله.